السلام عليكم. توفيق السبئي ناشط اجتماعي في مديرية المسراخ، سخر حياته لمساعدة المحتاجين والوساطة بينهم وبين الميسورين من معارفه الذين اكتسب صداقتهم أثناء عمله كمؤذن مسجد في الكويت طوال 13 عام، وحين عاد إلى مدينة تعز في الربع الأول من العام الماضي 2019 لم يتوقف يوما عن الانشغال بهموم المساكين وقضاياهم حتى تعرض للاستدراج والاختطاف نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي من قبل ما يسمى بالقوة المشتركة، وهي ميليشيات تسيطر على مديرية المخا غرب محافظة تعز، وما يزال مختطفا ومخفيا منذ ذلك اليوم وحتى اللحظة. الفيلم التالي يحكي لنا جانبا من قصة توفيق السبأ المختفي قسرا في السجون التابعة لميليشيات تدعمها الإمارات في الساحل الغربي. نتابع ومن ثم نعود. طول عمره مغترب مؤذن بالدنيا، لا يعرف حال حيعرفه، وهل اللواحي يقول له أحمد عباد كان قيل يتصل له يجي يجي أنا شن واشي ملفات حق أيتام، وأنا شا سجل هون واشي ملفات، يوم يتصل له قال له بعدك أنا شاقي بك واشي له إلا ملفات وسيارة وسعر خلاص. كنت واصل لآخر قال أنا قبانا بها معي إلا ساعة وش أصل أنا أتغدي بالمطعم دعالي وخلاص. وقت اتصال ما عافيش، الحمد لله الحمد لله، حسبنا الله ونعم الوكيل على ذا اللي يعمل هذا عمل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا هو لم لا سائل شي نقول قهو مع الحزب هذا ولا مع الحزب هذا ولا سابي لحاله سابي لحاله. دحين هذا يقولوا ما قدروش خرجونا اين هو عياله يبكوا على زوجته لا يعرفوا ذا حتى لا يهدي اللون ما يعرفوش. عندما نتحدث عن الشيخ توفيق دائما نتحدث عن الفقراء المساكين الأمراض، تجد بأي حالة إنسانية داخل البلاد أو خارجه تتواصل معه سواء كان داخل البلد ولا خارج البلد، تقول له في معانا يتيم، في معانا فقير، في معانا مريض بالمستشفى. الشيخ توفيق دائما من المبادرين والداعمين الخيريين الموجودين داخل قرية لكل إنسان. هناك حالات إنسان يعني فقراء مساكين يعني بتخيل كفالتهم دائما على حسابه، لكن لا ما حاش يعرف تمام ولا لا، دائما عمله بالعمل الخيري، كان هو داخل الكويت ويروح له هنا يمشي ويرجع. وبالفترة الأخيرة الآن قدم قبل 5 أو 6 أشهر روح من الكويت وصل إلى هنا، تم استدراجه إلى محافظة إلى مديرية المخا عبر أشخاص كانوا يصروا ويتصلوا له، يعني جلسوا أكثر من أسبوعين وهم يتواصلوا معه على أساس ينزلونه هناك لعمل خيري. والإنسان على نيته فاعل خير، لا في عنده لا لف ولا دوران ولا شيء، وإلا لو كان في عنده حاجة ولا فعله أي حاجة كان ماشي ينزلش المخا تمام ولا لا. نزل على نيته والجماعة قاموا مجهز له هناك كمين بداخل المخا، وصل إلى منطقة بعد في منطقة بالخوخة ومفرق العمري، وهناك بنشر له السيارة وضربوا على السيارة رصاص وتم أخذه إلى جهة مجهولة. بعد نقطة تم أخذه إلى جهة مجهولة. ما بعد ضع ولا حنا درينا هو قصر 4 أيام 5 أيام وحنا لا حنا درينا هو ببيت هنا الآن أنا ندور ويدور هنا يدور ما فيش قالوا بكو زوجته واني ما حناش درينا ولا ما هو لحق شيء ولا حق اسمه أحزاب مش يعمل بمؤذن طول عمره ما يعرف حابة بالدنيا بالغربة مش يعمل وتحمل ولا ظلمه لا هو ذحين قوم ذنب قوم عذا قوم بأي حزب قال شان أقول عمل ما عليه ما فيش روح عادوا لو كنا 6 أو 7 أشهر على ما روح قال يسرب بيته هذا ما اختار بنوا له حيلة وكيف يعملوا وكيف خلوا أحمد عواض يا اتصل له أحمد عواض هذا اتصل له قال كنا أسبوع هيا 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 وضحك قيل الضحك هيا يجي يجي شن ندي لك سلاح لقى الراجل واشي له ملفات وسر ما داري أنا كيف عمل كيف عمل ولا بس على ما هدر له كان يقيل قلبه هنا دقهي بالمكان هنا. الآن لا حد يعرف أينه، ساعة يقول لنا بفرق العمري، ساعة يقول لنا بسجن عنبرة، ساعة يقول لنا كل ساعة هو ندي لنا خبر، ما احناش عارفين ايش قضيته ولا هي على اي اساس تم اخذه. ساعة يقول لنا انه متهم ليش معه الحياة وليش، ساعة يقول انه اصلاحي وساعة يقول انه تبع جمعية الحكمة
يا أخي هذا الشخص إنسان رجل خيري، لا حق حزبية ولا متحزب ولا حاجة، لا بالحكمة ولا بأي جمعية ولا بأي حزب. الحزب حقه هم الفقراء والمساكين والأرامل المطلقات، مساكين جالس يدعمهم، جالس بداخل الكويت لحد يتخيل له أكثر من 13 سنة ما عملوش حاجة بالبلاد. المغتربين يخرجوا حقنا، يخرجوا يرجعوا بمشاريع لهم، هذا جالس يقلمه فقير هنا مسكين هنا مريض هنا، جالس دعمهم. مغترب له 13 سنة يروح حق السهر ورجع، يصير لا يعرف أحدا ولا وداري بحدا ولا بحزب، كلها للأيته هل إلا أرملة، هل إلا مساكين، قريب أعداد خبر اسعيل بخير. وهذا قسله قال سهية ولا هي سار سيارته آمين، ولو مذنب شيء يصير بسيارته وحده. مؤذن، هو مؤذن بداخل الكويت له أكثر من 13 سنة، مش أول مرة يخرج يمشي ويرجع، وإذا هم يقولون أنه متهم بأي حاجة كان مش يقدرش يخرج من هناك. قزع عبر أربع منافذ، عبر الإمارات، عبر السعودية، عبر، صح ولا لا؟ مش قدرش يخرج، يعني الدولة مع وصلت ما قدرش تمسكه إلا بداخل المخا، لا في على أي حاجة ولا أي دانة. صار ما المخا خلوا لاقي للمخا، هل للمخا هل شو عمل ندول له سلال للأيتام، هات ندي لنا ملفات سجل أيتام، ماشي له ملفات ما هو أنت كرتون وشلوا بالسيارة وسار، أكدوا النبى النقطة وها فطبوا العدل هنا أنا أربعة ندري خمس أيام ولا إحنا درينا. نحن نطالب بالسلطات المحلية ورئاسة الوزراء وقيادة الدولة أن ينظروا إلى حالة الشيخ توفيق السبئي المحتجز قسريا في مديرية المخاء. كان في كل شهر ببداية شهر رمضان الأعمال الخيرية حقه تصل القرية كلها، الآن هو مش موجود، الناس كلهم يبكوا بالبلاد، يعني محتاج له. لذلك نحن نطالب السلطات المحلية، نطالب محافظة المحافظة، نطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتكرم بالتوجيه للإفراج عن الشيخ المعتقل توفيق عبد الرحمن السبي. يا والحال كيف ما دحين ولا التمي لي حيز ولا لا مع حدا ولا قل له الأجر معك أجر ست أجر عندي شقيل يسعي الله يخارجه مخرجا جميل، الله يخارجه حسبنا الله ونعم الوكيل على الذي كعمل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا معه أي حاجة، ضربوا على السيارة رصاص، حصلنا بعدين لما نزلنا بعد المتابعات والقري حصلنا السيارة وهي قد هي مضروب رصاص، صور عادي عندو لنا هالناس صور وهي قايم بنشر أربع الكفرات وهي أين هي؟ قالوا احتجزت داخل ميناء. تمام ولا لا؟ نقول لهم طيب على الشيخ توفيق إنه يعني معلومات، يقول لنا بس إنه يقول لنا إنه ساعة يقول لنا إنه هو بالميناء، وكانوا يقول لنا إنه بسكن عنبرة، لكن لا نعرف أين هو بالحقيقة. تخيلوا بالمنى ما قدرش ما الله انا ندم ساعه بعد ما صلي العشاء قمت الساعه 11 الصبح ولا اقدر اغمض لا اقدر اغمض ولا اقدر ولا ما اكل اقدر كل يوم يا بالمستشفاني راح بيا مرض وقالوا واني هم على قال الدكتور هذا بك هذا اسمه مرض قلبك مرض لا تكونش تهمي لا تكونش تعملي مو بك قلت له شلوني شلوا النوم انا قلت له شلوا النوم عن طريق قزع طريق شلوا النوم خلتها ما اشتحيش وانت تهمي ما اشتحيش وانت تهمي وهدئي نفسي كاد مو هدي نفسي ما قدرش يوم وياني بالمستشفى ابكي ابتي لتلل ذا انا بكي بالروشه وفكرت يصير المستشفى احيانا لا تقاهي واحيانا يدو اسمع يدو خباب واحيانا اتخيلوا بالمنامه الله يفرحه ما يفرحني بولدي الله يفرحه حسبنا الله ونعم الوكيل على الذي كعمل وحسبنا الله ونعم الوكيل ايوه احنا يعني جلسنا نقلي هناك في المخا لكن ما فيش ما قدرناش العلم نوصل واحنا نقلي ندور اينو نوصل هنا قال لنا مهلوش لا هنا مهلوش لكن في معنا ناس ضباط قيادات قالوا لنا انه موجود محتجز بداخل سجن عنبره بالقانونيه مع عمار حماد الله صالح وعمار حماد الله صالح انكر انه مش موجود طارق انكر انه مش موجود ولكن في ضباط وقيادات قالوا انه موجود وهل له محتجز داخل سجن عنبره بالقانونيه ومدير المديريه الفتيح اعترف بانه موجود هناك لكن الان احنا قرينا هناك بالمخا وقمنا بمظاهره هنا بداخل المدينه امام السلطه المحليه على اساس انه يتخاطبوا مع طارق حماد الله صالح وعمار المظاهرة قاموا بالفقراء والمساكين
هم حق الذي هم بداخل البلاد. بعد ما قال يئسنا والحنان قليل ندور من مكان لا مكان بالمخاء، ما حصلناش حتى مع من يتخاطب. تصل عند مدير المديريه ويقول لك تمام على طول على طول، وينه؟ ويعترف لك انه موجود، بالنهايه يقول لك لا خلاص ما ليش دخل. ليش؟ ما احناش عارفين. في على قضيه، في على حاجه، احنا يا اخي ندفع له بالقبيل. اما قضايا كل يعني تلفيق تهم يثبتوا على اي حاجه وبعدين يدافع على اي حاجه ياخذ جزاؤه، لكن ما فيش قضايا. انا اقول لك يقول ليش معه دقن؟ ليش تبع جمعيه الحكمه؟ ما هو تبع جمعيه الحكمه ولا شيء. أنا أقول لهم يفرقون عن ابني، يفرقوا بري بري ولا عمل شيء. لا كان عمل شيء ما عله، لا كان قا عمل شيء. شاقول هون ولد رغر هذا لا يعمل لا شيء ولا بعضه سبي الحاله. أنا الله يفرحه ما يفرحني بولدي، الله يفرحه ما يفرحني بولدي. أطلب منه أشا ولدي بس، أشا ولدي يا حتى عقل أشا عقلي ولدي نيش أبني يروح من أتخيله بالمنى. المخاهي تابعة لتعز لكن دولة مستقلة لحاله، بسجون سرية بكل حاجة ما تتعاملش. الحين المحافظة، المحافظة أقول لك أنا ما قدرت أتخاطب معه. على أي صفة أنت؟ مذكرة أخذني من المحافظة، المحافظة للرئيس لمدير المديرية، ولا عمل لي أكثر من 10 أيام ولا عمل لي حاجة، وكأنه مدير المديرية أقول لك سلطة لحاله ذيك محافظة. ما عاد شيء. نناشد بكل الضمائر الإنسانية الحية لجميع السلطات المحلية والدولية والإنسانية أن يتم الإفراج الفوري عن الشيخ توفيق السبي. ابني توفيق عبد الرحمن عبد الواسع لا قاسنا بأي معركة. أنا شو حنا شنو بصنبع عاشر ما فيش مو هل من شي مو هل على شن يرقع يفكر يقول علينا على شي شن يرقع بالجبال. أما كلا شل منه ولا داخل ما يصبرش هذا الخبر. اختفى فجأة ثم وصلت لأهله معلومات غير رسمية عن مكان وجوده. قيل لهم أولا أنه معتقل في ميناء المخا، ثم قيل لهم أنه موجود في سجن عنبرة، وكلها سجون غير قانونية تتبع الميليشيات التي يقودها طارق محمد صالح وشقيقه عمار، وتسيطر على أجزاء من الساحل الغربي وتمارس جرائم بشعة من القمع والتنكيل بالسكان وحتى بالجنود المنضمين إلى صفوف هذه الميليشيات، لا يسلمون من التعذيب والتنكيل. لماذا يسجن طارق وعمار هذا الرجل الذي لا يشكل عليهم أي تهديد ولم يذهب إلى مناطق سيطرتهم إلا بعملية استدراج معقدة استمرت لأشهر؟ وما هي الالتزامات القانونية لهذه الميليشيا؟ وما الذي يجب عليها كسلطة أمر واقع؟ وما هي حدود صلاحياتها الأمنية في مناطق سيطرتها؟ أسئلة نناقشها مع المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، ينضم إلينا من ولاية ميتشيغان الأمريكية. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الرحمن. أهلا وسهلا، مساء الخير. من خلال اطلاعك على ملف هذه القضية، لماذا برأيك تم ملاحقة توفيق ومن ثم استدراجه وبعدها إخفائه؟ ما هي الأسباب؟ حقيقة هي يعني كأسباب محددة ليست واضحة، لكن هناك كثير من النشطاء قد اختطفوا بسبب نشاطاتهم، إما تكون نشاطات اجتماعية أو أيضا نشاطات سياسية أو إعلامية أو ما أشبه ذلك، لكن تظل هذه جريمة مهما كانت الأسباب. لا مبرر لها، هي جريمة وانتهاك للقانون للدستور اليمني. إذا ما تحدثنا عن التوصيف القانوني لهذه السجون، ما هو توصيفها وبالتالي كيف يمكن التعامل معها؟ ما هي الإجراءات؟ اولا هناك عده جرائم ارتكبت في هذه الجريمه، جريمه الاختطاف. اولا اعتقال خارج اطار القانون، وهذا يعاقب عليها القانون الجرائم والعقوبات اليمني بالسجن لمده 5 سنوات اذا ارتكب من قبل موظف عام، او ارتكب بطريقه احتياليه واستدراج، او ارتكب باستخدام القوه. الامر الاخر اعداد سجن خارج إطار القانون، وهذه جريمة أخرى يكون العقوبة فيها أيضا من 5 إلى 7 سنوات.
والجريمة الثانية هي جريمة الاعتداء أو عمليات التعذيب الذي قد يتعرض لها المعتقلون في هذه الأماكن. هذه شدد القانون اليمني على أن العقوبة فيها تكون الحبس مدة 10 سنوات، وإذا حدث لهذا الشخص أي يعني أضرار أخرى جسدية يتم التعويض فيها التعويض المادي، وفي حال وفاة الأشخاص تكون العقوبة فيها هي عقوبة الإعدام قصاصا. نعم، يعني هذه السجون أو هذه الميليشيات هل يعول التزامها بأي قانون وبالتالي ضمان من تعرض للانتهاك داخل هذه السجون الحصول على حقوقهم ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات؟ لا، هذا لا يحدث، لأن هذه السجون أولا هي سجون سرية. نعم. تنكر هذه الجماعات المسلحة وجودها، لا تسمح بزيارتها من قبل أجهزة القضاء أو المنظمات الحقوقية أو الإعلام، لا تسمح لأهالي المعتقلين بزيارتهم، لا تسمح للمعتقلين التواصل مع ذويهم مع العالم الخارجي، وهذا يدل على أنه تمارس فيها انتهاكات جسيمة بحق هؤلاء المعتقلين. عادة يعني الأشخاص أو الجهات التي تمارس عمليات انتهاك من خلال القبض الغير قانوني وأيضا السجون غير قانونية وممارسة عمليات التعذيب لا تسمح بأي وصول إلى السجناء أو تسمح لهم بالحديث مع العالم الخارجي. كما ذكرت هذه السجون يتم إنكارها من قبل القائمين عليها وأيضا حتى من قبل الحكومة الشرعية في مناطق أخرى، بالتالي ما هي الإجراءات التي يفترض اتباعها لملاحقة الجناة؟ هناك إجراءات قانونية، لكن بسبب الحرب أيضا فرض سلطات الأمر الواقع من قبل الميليشيات سواء كانت في صنعاء أو في عدن ومناطق الجنوبية أو في الساحل الغربي تعجز يعني يقف المواطنين أو المعتقلين أو ذويهم عايزين عن اتخاذ هذه الإجراءات مثل اللجوء إلى القضاء وإلى النيابة العامة لإجراء عمليات التحقيق والنزول إلى هذه الأماكن ورصد هذه الجرائم والتحقيق فيها. لذلك نحن ننصح يعني ذوي المعتقلين أن يبلغوا لدى المنظمات الحقوقية وأن لا يسكتوا وأن يمارسوا حقهم في الدفاع عن أقاربهم باللجوء إلى المنظمات المحلية والدولية والخارجية وأيضا آليات الأمم المتحدة مثل المقر الخاص بمواجهة الإجراءات القبض غير القانوني أو الاعتقال التعسفي. هل تتوفر لديكم إحصائية بعدد من سجنوا داخل هذه السجون، سجون طارق صالح وشقيقه عمار، وبرأيك هل هناك نسبة لفئة معينة يتم استهدافها وزجها داخل هذه السجون؟ ليس هناك أي إحصائيات في كل فترة، يعني أحيانا تأتي البلاغات حول إخطاف أشخاص وخفاهم في هذه السجون. نعم. بعد مرور سنة أو سنتين، لأن أهالي المعتقلين يتعرضون لعملية يعني يتم تخويفهم بأنه في حال ما إذا بلغوا ستكون نهاية أبنائهم أو أنه ستعقد عملية الإفراج، ولذلك يظلوا يواعدهم عن عملية الإفراج أو عن طريق وسطاء وأحيانا عمليات ابتزاز، وبذلك يصعب هناك أن تكون هناك إحصائيات دقيقة حول هذا الأمر. نتحدث عن الجانب الحكومي في هذا الملف، أين دور الحكومة الجهات المسؤولة في متابعة قضايا من يتم حبسهم داخل هذه السجون؟ كيف تقيم أنت دورها ويعني ما الذي يفترض عليها أساسا القيام به؟ حقيقة هناك عدة جهات حكومية كان ينبغي عليها أن تقوم بدورها. أولا النيابة العامة باعتبارها المؤسسة مناطبها حماية المواطنين في حال تعرضهم لعمليات الاعتقال أو انتهاك حقوقهم. هذه المؤسسة مغيبة وأيضا هي عاجزة عن القيام بمثل عمليات التحقيق، ولكن كان يفترض عليها أن تتلقى البلاغات وتجري عمليات التحقيق وأيضا
تطلب من الجهات الرسمية مثل وزارة الدفاع والجهات الحكومية التي لا علاقة تخاطبها حول هذه القضايا. الأمر الآخر، هناك وزارة حقوق الإنسان، هي أيضا معنية باعتبارها مؤسسة أو إحدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق المواطنين، ويعني متابعة قضاياهم من خلال تواصلها مع هذه الجهات وتوجيه المذكرات وأيضا إطلاع الرأي العام عن هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في هذه السجون. لكن للأسف الشديد الدور الحكومي هو دور يكاد يكون منعدم، لا نرى، يعني يتعرض المواطنون في كل مكان للانتهاكات، لا نرى وجود، يعني الحكومة لا تقدم أي مساندة للضحايا ولا تقوم بمناصرتهم ولا تقوم أيضا بتوجيه هذه الجهات أو مخاطبتها أو بذل أي جهد من قبلها لمساندة الضحايا الانتهاكات وأهاليهم. هذه الميليشيات حسب ما تشير المعلومات أنها تتبع دول معينة، هل ستطالها المساءلة القانونية هذه الدول؟ وكيف يمكن، ما هي الإجراءات المتبعة لأيضا مساءلة هذه الدول هي المتسببة بإنشاء هذه الميليشيات؟ هناك يجب أن نفرق بين أمرين. أولا، السجون السرية التي يديرها أجانب داخل اليمن هم يخضعوا للقانون اليمني، وبذلك يخضعوا للقانون اليمني وأيضا للقضاء اليمني، وهذه يمكن للقضاء أن يمارس دوره في حال ما إذا استعادت الدولة وجودها على الأرض، يمكن أن يحرك المواطنون قضايا ضد هؤلاء الأشخاص والضباط من أي دولة مارسوا أي انتهاكات داخل إقليم الجمهورية اليمنية. الأمر الآخر، في حال ما إذا كانت مارست هذه الميليشيات هذه الأعمال لحساب دولة أخرى، سيكون هناك أمرين. الأول، هذه الميليشيات تخضع للقانون اليمني التي يعني يمكن إجراء محاكمتها داخل اليمن، وأيضا الدول يمكن أن تقاضى أمام الجهات الدولية وأمام المحاكم الدولية. هذه السجون لربما تقع في مناطق الجمهورية اليمنية في الساحل الغربي تحديدا، هل تقع المسؤولية على هذه الميليشيات أم أن الإدارات الحكومية الرسمية عليها جانب من المسؤولية كأمن المديرية مثلا المتواجد في نفس هذه المناطق؟ هو طبعا يعني إذا كان لهم دور يعني في هذا الأمر، مثل أنهم مارسوا عملية القبض وسلموا إلى هذه الجهات، إذا مارس عملية استدراج، لكن لا يمكن أن نقول أنه مدير الأمن أو مدير الشرطة يمكن نحمل المسؤولية ما قامت هذه المعسكرات باختطاف مواطن، هو يتحمل المسؤولية، لا يستطيع باعتبار أنه لديه عدد قليل من الأفراد، لا يعني واقعيا لا يستطيع أن يفرض القانون ويعني يستطيع أن يدخل إلى هذه المعسكرات ويحرر هؤلاء المعتقلين، فقط هو يكون مسؤول في حال ما إذا مارس عمليات قبض وأخذ معتقلين وسلمهم لهذه السجون يكون شريك في هذه الجريمة. نتحدث عن أهالي المعتقلين، هل هناك جهة معينة تعمل على إعالتهم في حال ما تم اختطاف معيلهم؟ للأسف الشديد كانت الحكومة الشرعية قد بعد متابعات كثيرة كنا في المجتمع المدني تابعنا الحكومة من أجل توفير المساندة المالية لأسر المعتقلين، تقريبا صرف راتب شهري لمدة شهرين لعدد من المعتقلين أو أسر المعتقلين، ثم بعد ذلك توقف هذا المبلغ البسيط الذي كان يدفع. وبذلك أسر المعتقلين يعانوا معاناة شديدة، أولا هذا المعيل الذي كان يعيل هذه الأسرة أصبح معتقل، وأيضا أصبح بحاجة إلى مصاريف متابعة قضيته، وفي حال ما إذا عرفوا مكان اعتقاله يحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى الزيارة ويحتاج إلى الأدوية، كثير من هؤلاء قد أصيبوا بأمراض داخل السجون وتكاليفهم تكون باهظة. أنت سيد عبد الرحمن كعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كيف تقيم أداء هذه اللجنة فيما يتعلق بقضايا المعتقلين والمختفين قسرا على وجه الخصوص؟ حقيقة اللجنة يعني كانت حققت في عدد من القضايا الاعتقالات
التي تمت من قبل جميع الأطراف، لكن للأسف الشديد لم تكن بالمستوى الذي بحجم الكارثة التي يعيشها المعتقلين، ولم تكن بحجم الأعداد الكبيرة التي تمارس، وأيضا السجون السرية التي يعني حدثت فيها الاعتقالات لم يتم التحقيق فيها بالشكل الذي يعني بالشكل المطلوب، وإنما كان هناك التعريج على بعض الحالات، لكن كسجون ومعتقلات وكقضية وكتقارير يعني خاصة بهذا الموضوع كانت يعني هناك يعني إهمال كبير جدا من قبل اللجنة، وهذا يعني أنا أعتقد أنه اعتراف كبير بالتقصير سواء عندما كنت في اللجنة أو بعد أن غادرت. ما هي الأسباب ومن يتحمل المسؤولية؟ أولا حتى لا نكون منصفين، الأسباب أولا الوضع الأمني في البلاد يعني معقد، ويعني حركة أعضاء اللجنة فيها نوع من الخطورة، يعني نحن كنا نظل بالأيام لا نستطيع أن نخرج أو نتحرك من أماكننا في داخل عدن عندما يشتد الوضع الأمني، وكن هناك كثير من التهديدات التي نتعرض لها، وأيضا من حملات التحريض التي تعرضنا لها عبر صفحات الفيسبوك وما أشبه ذلك، حتى أنه كانت هناك دعوات يعني بالتصفية الجسدية يعني لنا عندما كنا موجودين في عدن. يعني أقول أنه هناك أسباب كثيرة، وهناك أسباب تعود أيضا إلى أعضاء اللجنة لا نبرئهم، إما أن يؤدوا واجبهم إما أن يقدموا استقالتهم ولا يتحملوا المسؤولية، وأن تظل هناك وجود لجنة ولكنها لا تقدم شيء. هل توجه اتهام مباشر لجهة معينة باستخدام التهديد بتصفيتكم وبأذيتكم؟ يعني احنا حقيقة عندما كنت موجود في عدن كانوا ناشطون في يتبعون المجلس الانتقالي، وهم الذين كانوا يتحدثون عن هذا الأمر، وكانوا أيضا يحذرون ويهددوا في هذا الجانب. كنت لا أعير هذا الأمر أي اهتمام، حتى لم أكتب عن هذا ولم أتحدث عنه إلا عندما سألتني في هذه اللحظة، لكن أنا أقول أنه يعني أي شخص سيكون موجود في توصل مقر اللجنة عدن لا يستطيع أن يجري أي تحقيق نزيه، ولا يمكن أن يقترب من السجون السرية التي تديرها المجلس الانتقالي ودولة الإمارات العربية المتحدة. نكتفي بهذا القدر. المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة كنت معي من ولاية ميشيغان الأمريكية عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. الناشط الاجتماعي توفيق السبئي المختفي قسرا في سجون طارق وعمار صالح تم الرصد، في أمان الله.